السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ، كيف أجد البركة في الوقت؟ اسأل الله ذلك واحرص على ما ينفعك. الشيء الذي ليس فيه فإذا اترك الفضول، اترك الفضول بمعنى الشيء الزائد اتركه، الزائد في النوم اتركه، الزائد في الكلام اتركه، الزائد في الاستماع اتركه، اترك الفضول عموما. نعم، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، شكرا لك يا رب. الله يسلمك.